مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. جاسر، مصطفى، وفاء، مرحبا. راح نكون معكم ان شاء الله بالفيديوز اللي حكينا عنها في المرة الماضية اللي اسمها كارير توكس، واللي حكينا هي متى راح تصير تنزل. بالضبط كل يوم الساعة 9:30 توقيت قطر، جي ام تي بلس 3. اليوم الفيديو تبعنا ضحكت خلص كمل ضحكت 2000 years later. اليوم الفيديو تبعنا راح يكون فيديو كثير 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 مهم، واللي هو كثير ناس اصلا توقع بغلط فيه وهي مش عارفه انها هي وقعت اساسا بغلط. الفيديو تبعنا اليوم راح يكون عم بحكي عن how to get the attention جماعه الريكروتمنت اللي احنا كثير بنحبهم بنموت فيهم نعشقهم ونفهم معهم كثير. كيف انا بدي اخليه يناديني على الانترفيو للكارير اللي انت معلنة عنه؟ هم جماعة جدا مناح، ما عندهم اي عقد نفسية، فاليوم ان شاء الله بدنا نطلع في الفيديو تبعنا على ايش جماعة الريكروتمنت والاتش ار ديبارتمنت بيطلعوا لما انا كمهندس او انت كمحاسب او فلان كمدير او فلان كطبيب او ممرض شاف اعلان وبده يقدم عليه ويبعث his mirror او الباب تبعه للكارير واللي هي السي في. والله انا في عندي سؤال بس صغير قبل ما نبلش الفيديو عن جد. السي في اختصار لايش؟ اختصار لكوريكولم فيتا. ثانك يو. انا عندك ما بعرف اقرا هاي. امبوسيبل. والله ما بعرف اقرا. وفاء، احنا المرات الماضيه لما كنا نقعد مع بعض دردشنا شوي وحكيتي لي هيك شويه نقاط وواضح كان عدم الاتفاق بيني وبينك عليها. فاليوم نحكي للناس على الكاميرا. انا واحد من الناس بوظف، اوكي، وبطلع على السي فيز، في اشياء بتعجبني وفي اشياء ما بتعجبني، بس اختلفت مع وفاء على ايش هي البوينتس فعليا اللي عم نطلع عليها عشان نحكم انه هاي السي في منيحه وبدي انادي الشخص تبع الانترفيو او لا. فاليوم عم نحكي عن السي في from an HR point of view او a recruiter point of view. اول نقطه وفاء كانت عم تحكي لي اياها في المرات الماضيه the structure of your CV، وهون راح نترك المجال لوفاء انها هي تحكي لنا ايش يعني the structure of the CV وشو اهميه the structure of the CV وشو بينحط في هذا المكان. Okay. Thank you, Jasser. So basically, structure of CV is the layout. It is very important that because it presents the fact that you're actually having the minimum knowledge of writing a proper CV or minimum knowledge of being a professional. Basically, as we all know, it starts with the personal information. It should be very minimum and very small. Then a small introduction, not passing like 5 to 6 let's say lines about yourself and what you have done within your career life. And then we start with the career history. We start with the latest one going backwards and not with the first one and going toward. Yeah. يعني نمشي بالعكس من عند اخر كارير انت عملته او اخر بوزيشن انت شغلته، بعدين تتدرج فيهم لعند اول كارير بعد ما انت تخرجت شو اللي عملته. ما تمشي بالعكس، ما تبلش من لما تخرجت الترتيب الزمني، لا امشي عكس التايم لاين تبعك. Okay, that's true. Yeah, thank you very much. But then we will put يعني education or education and any diploma certificates. You put them all. You put them in education. Do not split. After that, we put the skills. It is like it shouldn't be too much, but it shouldn't be very very minimum. We can put like around 8 to 10 skills, but not too much because it's like it's gonna be like looking like fake, you know. And then that's it. Please do not put any hobbies or do not put the line that I hereby sign. That just looks lame. So, لتحكي لنا يا وفاء انك ما تيجي وتحط لي الهوبيز تبعونك، يعني انا ما بهمني انك انت بتعرف تسبح، هذا شيء كثير ضروري، انت كمهندس معماري بالمره ما بهمني انك انت بتحب تسبح في البول اندور ما بتحب تسبح في البحر اوتدور. هلا لما كنا انا ووفاء عم نرتب لهذا الفيديو صراحه عجقتني كثير، واللي هي النقطة اللي بعدها اللي حكيت لي انه the importance of the information and the content بالسي في وشو اللي لازم يكون موجود. طبعا السؤال اللي هلا في بالك اللي انت عم تساله انا سالت هي، طب ما انت لك ساعة عم تحكي لنا personal information والcontent والbrief، طب مش هدول هم الانفورميشن والcontent؟ طلع لا. انا انصدمت في حياتي. فهلا طلبت من وفاء انها هي تحكي لنا
شو هم؟ شو يعني content و information؟ ايش هم اللي لازم يكون موجودين في السي في؟ ولأي لمت لازم يكون موجودين؟ فحتتفضلي تحكي لنا هذا الشيء. Okay, so basically the content and the information in the CV is the minimum or let's say the required information that you should share and not should, like, and the one that you should not share with the recruiter or anyone. So we start with the personal information. We will be, it's going to be very briefly about your name, full name basically, email and phone number. That's how it should be always, and how that's how it should be in general. But because we are in, let's say, in Gulf country, especially in Qatar, we require some more sometimes, like the type of visa and the nationality. Okay, the picture is subject to the position that you are applying for as well. If you are applying for, let's say, sales or customer service, a position that requires a direct contact. To contact or interfere with the clients, then it could be helping, honestly. But if not, it's not mandatory, because a lot of people they put, but please make sure it is a professional CV, professional photo. So please لا تتصوروا بالفلتر سيلفي ولا تكون بالاسانسير ولا تكون بين شجرتين نخيل ولا تكون عم تطلع على السماء ولا يكون عندك في الباك جراوند نويز كثير بالسبجكت يعني تكون عم تصور وراك مراكب. Yes, لا. Preferably white background is the perfect thing because the paper is already white. So it gives you like this professional look, يعني like a mature. Yeah. And after that, when we move to the objective or the brief about yourself, please let's not, as I said, let's not pass 5-6 lines. It's a brief about who you are, what you have done, and things like that. What are the achievements? After that, you can add some areas of expertise or something where you are expert in. If you are a specialist or a professional in a certain area, it's nice to put it in there. And then when we move to the career history, please make sure to put at least a nice paragraph or some details of each position that you worked on. A lot of people, they mistaken this by just putting the lines and the headlines about like, or the job title and where they work, that's it. That's a really big mistake, because even if you are working in a position, doesn't mean that you've done X, Y, Z. So do not go too much into details, especially if you're an expert or you have many years, because it's going to take a lot of time and a lot of space in your CV. But at least put the headlines and the main things that you work on. Like say, if you maybe, let's say you're a secretary or you're an architect, let's say you will put the main things that you do. Taking. بس شغلة كتير صغيرة عشان أوضح بس البوينت سوري للمقاطعة. That's okay. As an architect, لازم أنا. As an architect, أنا شو حط بالسيفي تبعي تبعي ومن وجهة نظري إنه هذا is good ما تدخل بليز يعني مش بس تحكي لي هلا صح وغلط. هلا من وجهة نظرها رح ناخذ فيديو منفصل هيك رح أعطيها السيفي تبعي شو يقول evaluate السيفي تبعي بدون أي مجاملة عشان نشوف شو الصح فيه وشو الغلط فيه منه أنا بعدل السيفي تبعي وصير professional من ناحية الشهر ومنه أنت بتستفيدوا. صح. Anyways أنا بالنسبة لي في السيفي تبعي حطيت إنه أنا اشتغلت في الشركة الفلانية وتاريخ كذا لتاريخ كذا كانت في الدولة الفلانية في المدينة الفلانية وتحتها شو كان البوزيشن تبعي بهاي الشركة وشو المسمى الوظيفي تبعي وتحتها حطيت انه I have been working بهذه الشركة as let's say a BIM manager او a BIM lead for the project اللي كانت مساحته X and Y and Z وكان cost تبعه X and Y and Z وكانت the responsibilities تبعتي فيه انه to lead the team from A to Z. A to Z هاي انه شو كانوا بيعملوا وكتير بريفلي. اللي بعدها كانت الشركة اللي قبل هذه الشركة بالتاريخ اللي أنا شغلت فيه هاي الوظيفة إيش البوزيشن تبع بهاي الشركة وطبعا وين مكانها اللي كانت I think بعمان جوردن آخر اللي قبلها وكان البوزيشن تبعي I think BIM manager أو whatever ناسي بالضبط شو كان بالسي في وتحتها حطيت إنه كانت البروجكت تبعي بريفلي من غير ريسبونسبيلتيز كتيرة إني عملت البروجكت الفلاني والبروجكت الفلاني والبروجكت الفلاني والبروجكت الفلاني كان فيه 7 locations وكان فيه 7 prototypes and whatsoever showing the main points of the responsibilities اللي أنا عملها. ما بهمه أنا كبيم مانجر أروح أقول له والله عملت موديلينج للبروجكت الفلاني هذا مش السكيل اللي هو بدور عليها في بيم مانجر. مهمه ان انا اي مانجد هذول البروجكتس كان عدد التيم ممبرز فيها هيك وكانت الريسبونسبيلتيز فيها مثلا اب تو ذا ليتس سي كلاس ديتكشن واني انا اعمل كوردينيشن بين كل التيم ممبرز او بارتيز تبع البروجكت. هذا بشكل مختصر ايش اللي انا كنت حاطه بهاي الجول. صح او غلط راح اترك لوفاء في الفيديو اللي راح يجي ما بعرف راح يكون اسمه اللي هو سي في ايفالويشن او ايش راح يكون مثل هيك.
Okay. Okay, thank you. Now, of course, there's some points that I don't agree with you, but let's we'll talk about it in the next video, as we said. Okay, so then we will move, once we finish, like briefly, as he said, and as I said, description of what we have done, we move to the education. In the education, it's very important to put the language.